90 ثانية مع معاذ خلوه. من أخبار آسيا نبدأ، حيث أوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال التي جارت الاثنين ناديي النصر والأهلي في لقاء سعودي بامتياز، بينما سيواجه بيرسابولس الإيراني بختكور الأوزبكي. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تقنية الحكم المساعد الفار ستدخل لأول مرة في دوري الأبطال ابتداء من ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل. في السعودية عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتماعا برؤساء أندية الدوري لاستعراض الآلية الجديدة لاستراتيجية دعم الأندية ومناقشة نتائج الفترة الماضية. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المقبل على أندية الدوري الممتاز بسبب تأخر انطلاق الموسم. تستعد السعودية لاحتضان أول بطولة عالمية بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، حيث سيقام الحدث الغير مسبوق والذي يتمثل بأول بطولة نسائية دولية للغولف تقام على أرض المملكة في الفترة الممتدة بين 12 و19 من نوفمبر المقبل، بجوائز يبلغ مجموعها قرابة $1.5 مليون موزع على بطولتين للأفراد والفرق. اقترب الهلال من التعاقد مع البرتغالي أديلينو فيرينها لاعب باوك السابق والبرازيلي أليكس تكسيرا مهاجم جيانزو الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الثنائي كارلوس إدواردو وعمر خربين. ما تزال المستحقات المالية تطارد الاتحاد، واليوم طالب عساف القرني إدارة أنمار الحائلي بدفع مستحقاته البالغة أكثر من 5 ملايين ريال بعد أن قررت الإدارة الاستغناء عن خدمات الحارس.